متفق مع حضرتك جدا. ويمكن برضو لو هنختم بقى نختم بفكره برضو هنا، ان دايما موسيماني بيدي اكتر من فرصه طبعًا. يعني هو عايزك تجيب اخرك علشان ما يبقاش ظالم حد، وده كان ظاهر جدا. وبنتكلم كمان يعني احنا بنتكلم دلوقتي المباراه علي لطفي هينزل لازم يؤدي بشكل فعلا احنا متاكدين انه هيؤدي بشكل جيد، لكن هي فرصه عظيمه جدا طبعًا. لاثبات نفسه. نتكلم عن كهربا يلعب اساسي 90 دقيقه، بنتكلم عن بواليا، فكره هنا بواليا انت اعاره ولا هتستمر بناء على لعبك بناء على ادائك. فموسيماني بيدي للاخر او بيجيب اخر اللاعب، فاعتقد برضو ده احتراف يعني احترافيه في هو التعامل. هو طبعا لان هو عارف ان النادي الاهلي نادي بطولات، والنادي الاهلي داخل في اكتر من مسابقه، والنادي الاهلي مطالب ان هو يحرز البطوله، فهو محتاج كل اللعيبه. يعني هو محتاج كل اللعيبه، ما ينفعش ان انا ابقى مركز على 11 مثلا او 12 13 لعيب والباقي لا، لان زي ما احنا شفنا الموقف اللي احنا فيه اربعه من الاساسيين موجودين بره. فرصه بقى زي ما انا كمدرب بديك الفرصه مره واثنين وثلاثه واقف في ظهرك، لازم انت كمان تستغلي. يعني مثلا بالنسبه لعلي لطفي فرصه ذهبيه طبعا، ما كانتش هتبقى موجوده لولا موضوع الاولمبياد والشناوي راح. سته مش لعيبه، بتهيألي سته مش اربعه، سته احنا عندنا سته في الاولمبياد. انا اقصد ان حتى اللعيبه يعني اللي موجوده هنا لازم تستغل الفرصه، لان الفرصه دي مش هتيجي تاني طبعا. احنا كنا محتاجين برضو في وقت من الاوقات تقول يا نهار ابيض لو حصل للشناوي حاجه هنعمل ايه، لان علي لطفي بعيد خالص ما بيلعبش، وحراسه المرمى لازم يكون رجله في الملعب. فجات لك الفرصه الماتش اللي فات، في بعض الناس حملت علي لطفي الحقيقه الهدف، بس انا اعتقد ان هو كان برضه صعب عليه. وما ننساش ان هو برضه اول مباراه من فتره كبيره، فعايزين نديله الثقه، لان هو ممكن يشيل ان شاء الله النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه على بال لعيبه طبعا المنتخب ما يجوا. وان شاء الله يعني احنا بنتمنى لهم ان هم يقعدوا اطول فتره ممكنه هناك، عشان برضه مصر اهم يعني.